بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد امتازت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بمكانتها الفقهية، لأنها حفظت الحديث والقرآن الكريم وفقهت ما فيهما من معان ومن أحكام، فجمعت رضي الله عنها بين الحفظ وبين الفهم، إذ قرابة ربع الأحكام الشرعية منقول عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وحتى أنه جزم الإمام الزهري بأنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وذكر برضو الإمام ابن حزم إن الفتاوى الخاصة بأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن إنها تجمع في سفر ضخم، أو تجمع يعني في كتاب كبير من كثرة علمها رضي الله تعالى عنها. وفاضت كتب العلماء الكرام المشهود ليهم بالمكانة وبالفضل في العلم بكثرة الحديث عن مكانة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها العلمية، واللي بتعكس لينا إمامة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيما ورثته من العلم النبوي الشريف. الحقيقة أن هي كانت من القلة القليلة اللي حظيت بهذا المركز العلمي المرموق، حتى إنه كان بيأتي لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كان بيجيلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن عويص العلم، المشاكل العلمية اللي كانت بتقف معاهم، أو أي نوع من أنواع الاختلاف يعني يكون بين الصحابة حول قضية أو مسألة من المسائل العلمية، فتجيبهم رضي الله تعالى عنها جوابا شافيا كافيا مشبعا لهم. وشهد لها بهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وبيقول: ما أشكل علينا أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم أمر، يعني أي مسألة أي أمر لا نستطيع أن نصل فيه إلى يعني بت المسألة أو إلى قرار واضح فيها أو حل لهذه المسألة العلمية، فبيقول فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. يروحوا يلاقوا حل المشكلة عند أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وعشان كده أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها استقلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، استقلت وتفردت بالفتوى مدة طويلة، مدة خلافة سيدنا أبي بكر والد أمنا السيدة عائشة، وكذلك مدة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. هي استقلت بالفتوى وانفردت بها هذه المدة إنها إلى الغاية لما هي توفيت رضي الله تعالى عنها. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إلى أم المؤمنين السيدة عائشة في مثلا في علم زي علم الفرائض اللي هو علم المواريث، وده علم شديد. وبيحكي لنا واحد من تلامذة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أيضا من رواة الحديث الكبار، وكان من مريدي السيدة عائشة الملازمين لها في طلب العلم، وهو التابعي الكبير مسروق. اسمه كده مسروق لأنه قيل أنه وهو صغير سرق إلى أن عاد فأطلقوا عليه مسروق. هو بيذكر أنه لما قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض، يعني كانت تجيد هذا العلم فهمه وبالتالي تعليمه، فهو بيقول مسروق، وكان من كبار تلامذتها ومن كبار اللي كانوا بياخدوا العلم عنها، بيقول والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. يعني كانوا بيرجعوا لأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ويسألوها في علم المواريث والمسائل الخاصة بهذا الباب الشديد. وكانت أمنا الحقيقة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مش بس في باب أو فن واحد من فنون العلوم كرواية الحديث وتفسير القرآن الكريم وفقط، لا، ستنا كانت موسوعية في علمها، لها في كل فن من العلوم فهم وحفظ. هي كانت يقظة جدا لكل فائدة، لكل علم، في طلب العلم تجدها على طول في كل فن من فنون العلوم، تجد لها فهم وحفظ دقيق، وعندها كمان قدرة على التحقيق والإجادة في الفهم والحفظ. كان لديها علم بالطب، ولديها علم بالشعر، ولديها علم بأخبار العرب وأحاديث العرب وأنساب العرب، ودي كلها علوم يعني ثقيلة. حتى إنه ابن أخت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عروة ابن الزبير ابن ستنا أسماء، يعني السيدة عائشة تبقى خالته، بيقول لقد صحبت عائشة اللي هي خالته خالة عروة، لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية نزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له، يعني أدق في الحمل، حمل الرواية، حمل المعنى، الحفظ والنقل. يعني هي عارفة نزول الآيات زي ما قلنا قبل كده، مكانها والمكانها كان إمتى والساعة كانت إمتى والوقت كان إمتى، وكمان عندها دقة في فهم وتلقي السنن من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الشعر والأدب العربي. وبيقول كمان ما شفتش حد أحفظ منها وأدق منها ولا أروى له كذلك. وكمان بيقول ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا وكذا، وقعد يعدد حتى مما عدده، ومعرفتها الدقيقة بالقضاء كانت قاضية كذلك، ولا طب منها. هو بيكلم بيوصف خالته وأستاذته برضو في نفس الوقت، لأنه تلقى عنها الكثير، وكان ممن روى عن خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فيعني بيوصف قد إيه هي موسوعية في العلوم والمعارف العديدة اللي كانت بتتلقاها بحرص بحفظ وفهم. فهو استعجب بقى، وبعدين راح قال لها إيه، يا خالة الطب من أين تعلمتي؟ طب ماشي، أنساب العرب وعلوم العرب وأخبار العرب ونزول القرآن ورواية الحديث وهكذا. لكن هو استوقفته المسألة دي، بيقول لها الطب من أين تعلمتيه؟ فقالت كنت أمرض لما كنت بعية،
فينعت لي الشيء، يوصف لي الوصفة الدوائية اللي تعالج بها، أو يمرض المريض فينعت له. المريض بقى سواء كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو حد من أهل البيت، فيوصف له الدواء ليتداوى. وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض، يعني الناس بتوصف لبعضها الأدوية، فأحفظه. خلي بالك من الكلمة دي، هذا الصفاء الذهني الشديد والقوة والقدرة على الحفظ. مش الحفظ اللي مش معاه فكر، لا. رضي الله عن أمنا السيدة عائشة تجمع رضي الله عنها بين الحفظ والتمكن فيه والصفاء الذهني الشديد، وفي نفس الوقت الفهم. فشوفوا هي بتحكي عن إزاي هي تلقت فنون الطب حتى جادت فيه. صفاء ذهني، إقبال على طلب العلم، وعلى قدر الاستعداد يكون الإمداد. وده كان برضو من التجهيز لحمل هذه العلوم. واحدة من كبار أمهات المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، من كبار بنعني بذلك قوة وشدة وكثرة ما حفظت من الحديث النبوي الشريف، وإزاي روت ده وحملت ده ونقلته عبر وعلمته عبر طبقات كثيرة من الصحابة والتابعين كما سنرى. امتازت كذلك أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها كانت فصيحة اللسان وعندها بلاغة في المقال بتاعها. إذا تكلمت ببلاغة، وإذا خطبت ملكت على الناس مسامعهم، وإذا تكلمت أخذت بمجامع قلوبهم. يعني ده من فصاحة لسانها وشدة بيانها وجمال خطابها. فعن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والخلفاء كده كلهم لغاية وقت ده. فبيقول: فما سمعت الكلام من مخلوق أفخم ولا أحسن من في عائشة. يعني كانت خطيبة، هو عايز يوريك مدى قوة فصاحتها وبديع الخطب بتاعتها وجميل البيان والشرح والوضوح. تربت في بيت النبوة الشريف رضي الله تعالى عنها. كما كان لأمنا السيدة عائشة دور في حياة المسلمين في مختلف المجالات، يعني مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كل شيء. يعني هي ما كانتش بعيدة عن الأحداث الكتيرة اللي مرت بالمسلمين خلال حياتها اللي تقريبا اقتربت من 70، وكانت ليها مواقف مشهورة جدا وآثار يعني معروفة في الأحداث السياسية والاجتماعية اللي مرت بالمسلمين، بالذات بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وسجلت كثير يعني أو سجل لنا التاريخ كتير من الأحداث اللي هي تركت فيها أمنا السيدة عائشة علامات بارزة قوية. ده بنقوله عشان نأكد على قضية حفظ السنة، وده تجهيز الله سبحانه وتعالى لأم المؤمنين السيدة عائشة اللي كانت بتتلقى الآيات من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فور نزولها، واللي كانت بتحكي وهي صبية أنها كانت شديدة الحفظ وتعرف مكان نزول الآية ووقت نزولها. وهي ستين عائشة رضي الله تعالى عنها فرغت لهذا الدور العلمي العظيم، فقد كان لأمنا السيدة عائشة تلامذة كثر من الصحابة والتابعين. يعني هي نقلت علم عظيم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال عنها الإمام الذهبي: روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. علمها كمان مش نق مبارك فيه، لأنه رضي الله عنها جمعت بين الحفظ والفهم، كان لها منهج، كان لها مدرسة علمية، تلقت العلم الشريف على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح عليها في الفهم، فكانت لها فتاوى وكانت لها تفاسير وكانت لها كثير من المعاني والفهوم رضي الله تعالى عنها. ولذلك كان يقول الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة
إلى علم جميع أزواجه، يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، فقد كانت رضي الله تعالى عنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ومن كده بيظهر لنا بوضوح فضل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية الحديث. وإحنا لما بنتكلم على فضلها في رواية الحديث بنأكد على قضية حفظ الله تعالى للسنة، مش بس في صحابة رسول الله اللي تلقوها حفظا وفهما، لا، وفي بيت النبوة الشريف كذلك، وأم المؤمنين يعني مثال واضح على ذلك في تلقي الحديث وكذلك في تعليمه، لأن أم المؤمنين السيدة عائشة لها تلامذة كثر كما سنرى إن شاء الله تعالى. فتجلى لنا يعني أثر السيدة عائشة في رواية الحديث الشريف، وإنه ده لا ينحصر في القدر بس اللي هي روته أم المؤمنين، بل كمان بيشمل دقة فهمها وجودة فهمها والتحقيق الشديد اللي كان من سمتها في منهجها العلمي في التلقي والحفظ والفهم، وعلمها الواسع الشمولي مما جعلها رضي الله عنها مرجعا مهما في رواية الحديث الشريف، وكذلك الفهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون، مرحبا بالجميع. سريعا نذكر بصفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة، وقدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. يوم الأربعاء هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على صفحتنا، وكذلك بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم. معانا أستاذة نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. زي حضرتك، عاملة إيه؟ أهلا بحضرتك يا أستاذة نغم. أنا أسعد إذاعك. أبدا أبدا. علي خمس أسئلة معلش. ما شاء الله، تفضلي. سورة الفاتحة آخرها أضواء الضالين، بنقول إحنا أمين، جت منين كلمة أمين؟ حاضر. في سجدة التلاوة. أيوة. أسجدها أول آية ولا استنى لما تخلص عند المأذنة وأسجدها؟ عند العلامة يعني. عند العلامة. تمام. سورة الأعراف. من هم أصحاب الأعراف؟ حاضر.
وسورة الأعراف برضو تم ميقاتها 40 ليلة. رقم 40 جه في القرآن أكتر من مرة، معناته إيه؟ اللي ايه جاء اكتر من مرة؟ 40، رقم 40 اه جه في القرآن الكريم أكتر من مرة. ورد في القرآن اكتر من مرة. تمام. السؤال الأخير في سورة النساء، ايوه جه لفظ أركسهم، نطقتها صح؟ أركسهم ايوه اركسهم فيها. اه مرتين، ما معنى أركسهم؟ حاضر، شكرا جزيلا. اشكرك. معانا ست ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتوره نادية، انا والله مبسوطه اني بكلم حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك ست ام محمد، اتفضلي يا فندم. الله يخليك. معلش يعني، هو يعني انا مشكلتي والله مش عارفه ابداها ازاي. انا معايا بنتين وهم يعني كنا مع بعض كويسين واصحاب وكل حاجه، فجأة معايا واحدة منهم من فترة إيه بدأوا يتغيروا من ناحيتي، ما يقعدوش في المكان اللي أنا فيه. الاتنين؟ آه البنتين بقوا عاملين كده؟ أيوة. آه دايما قاعدة لوحدي، دايما قاعدة لوحدي، طب انا حاسه، معلش تحمليني ست ام محمد، يعني هي واحده منهم انفصلت والتانيه متجوزه ولا قاعده معاكي في البيت برضو؟ لا مخطوبه، هي مخطوبه. يعني واحده مخطوبه والتانيه منفصله. اه بس المنفصله قاعده معايا في البيت. ايوه والمخطوبه لسه برضو قاعده معاكي. اه طيب الاتنين فجاه كده اتغيروا من حضرتك؟ ايوه. طب والدهم فين؟ انا منفصله. حضرتك منفصله؟ ايوه. طيب انت شايفه ان هم عرفوا حاجه، اكتشفوا حاجه ممكن تغيرهم من حضرتك؟ مش هم، مش عارفه حضرتك يعني، معلش لا مؤاخذه، لو انت مش عايزه تحكي يعني على الهوا ممكن حد في الكنترول ياخد السؤال، مفيش مشكله كما تشاءين. مفيش طيب. مشكله، في امان تام، ما تقلقيش. اتفضلي استاذه مديحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة ازيك يا دكتورة نادية؟ الحمد لله ست مديح، الحمد لله. بقول لحضرتك يا دكتورة نادية، أنا معايا 72 سنة بس أنا مش متعلمة، يعني جاهلة يعني، فلما باجي أقرأ القرآن ساعات بقرأ كلام غلط، ففي سألت فيه قالوا لي أنت ما ينفعش تقرأ القرآن، وفي قالوا لي لا اقري لما بتتهتهي فيه وتعفري ربنا هيديكي ثواب. فانا عايزه اعرف الاجابه منك اللي هي امشي بيها. طيب انا هسال سؤال. طيب. انت بتحاولي يعني بتقدري كده بتجتهدي في وصل الكلمات وتقري؟ اه بجتهد قوي. اه يعني بتسمعي بقى من الراديو، بتسمعي القران عشان لما تيجي تقري يبقى شويه بالاستماع ده تربت كده اذن عندي فاقدر اقرا القران. ايوه بتجتهدي هذا الاجتهاد؟ بحاول اجتهد. اه هل فكرتي انك انت تقري على حد ولا بس الاجتهاد في حدود الاستماع فقط؟ لا الاستماع فقط، لان انا عاجزه، عندي خشونه لا اعرف اطلع ولا انزل، وانا قاعده لوحدي معيش جنس حد. فصعب علي اجيب حد يقرالي او يطلع او كده يعني. ما ينفعش خالص. انا فاهمه فاهمه. ولا اعرف اجيب موبايل، انا تمام. معايا موبايل من اللي هم العاديين دول. ما انا فاهمه فاهمه. ربنا يفتح عليكي ويزيدك حرص على حرص في طلب الخير، وربنا يبارك في عمرك. ابشري خيرا. معانا ست استاذه امنيه. يا استاذه امنيه. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضلي. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله نعمه، الحمد لله. السلام عليكم. انا بس عايزاكي التلفزيون نوطيه خالص. اسمعيني من التليفون. تمام كده؟ ايوه اسمعيني من التليفون. لا التلفزيون صوته عالي في صدى عشان اسمعك تمام كويس. تمام كده؟ صح. اتفضلي. لو سمحتي، انا بقالي فتره ما روحتش التعليم بسبب بابايا، وقفني منه اول ما خلصت ابتدائي، ما دخلتش اعدادي، ودلوقتي بيتلكك على اختي اللي هي المفروض السنه الجايه تدخل اعدادي، فاعمل ايه؟ وهل ده حق التعليم ولا لا؟ لا حقك طبعا. حاضر. يعني هو خلاكي تقعدي بعد الابتدائي؟ وايه سببه يعني؟ كده تلاتك يعني، مفيش مشاكل هي كبيرة، حاجات كبيرة قوي. اه
بيتلكك بس طب ليه معرفش بيتلكك؟ مش عارف. اه متعرفيش مال يعني. تمام حاضر يا امي. ماشي حبيبتي ربنا يفتح لك. استاذه سميره بس بسرعه. يا استاذه سميره ماشي حاضر. ازي حضرتك يا الحمد لله. الحمد لله يا ست سميره. ربنا يرضى عنك ويجازيك كل خير عنينا ان شاء الله رب العالمين. امين امين امين. حضرتك انا حضرتك لما تيجي كده حضرتك وانا قاعده على السرير بس بكب شعري، وحتى لو كنت نايمه بقوم بحترم الدعاء واقوم ادعي، بس شعري يعني ما فيهوش حاجه يعني ضبطها. يعني ان انت قاعده فانت بتامني وشعرك مكشوف قصدك تقولي يعني؟ ايوه. اه حتى في شيوخ تانية بقى حضرتك برضو لما بيجي يدعو برضو بفضل ادعي وبحترم الدعاء واكون قاعده بس ما فيش حاجه على شعري. تمام. هل يجوز ولا ايه؟ حاضر حاضر. ما شاء الله يرضى عنك. امين يا رب. حاضر هنطلع الفاصل وبعد الفاصل بقى ربنا يبارك في الوقت عشان الاسئله كتير النهارده. نسال الله السلام. شكرا. مرحبا بحضراتكم. الأستاذة نغم ليها 5 أسئلة، احنا هنجاوب عن بعضها والبعض التاني إن شاء الله نرجعه لحلقة الرد على الأسئلة عشان تاخد وقتها. الأستاذة نغم بتقول في فاتحة الكتاب، احنا في نهاية قراءة الفاتحة بنقول آمين، فبتقول منين جت يعني قول آمين؟ هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وآمين يعني معناها اللهم استجب، ففاتحة الكتاب دعاء. بالنسبة لسجدة التلاوة بتقول أسجد أول ما أقرأ السجدة في نصها ولا أستنى لما في الآية يعني الكريمة ولا في نهاية الآية؟ لا نسجد بعد نهاية الآية يا أستاذة نغم. بالنسبة لكلمة أركسهم فهي بتقول إيه معنى الكلمة وهي قرأتها في سورة النساء، يعني ردهم إلى ما كانوا عليه من الضلال. بالنسبة للأستاذة مديحة هي 72 سنة لا تستطيع القراءة والكتابة بسهولة، عندها بعض المعرفة لكن مش متعلمة يعني في مدارس، لكن اجتهدت وبتعرف الحروف، فبتقول لما بتقرأ غلط، فالبعض قال لها أنت ما ينفعش تقري خالص، والبعض الآخر قال لها تقري وأنت بتثابي، وهي أقصى اجتهادها في الأمر لأنها قاعدة ولا تستطيع التحرك، هو الاستماع فقط عبر المذياع ولا يمكنها استعمال الأجهزة اللي موجودة دلوقتي. فهقول لحضرتك يا أستاذة مديحة يعني إن شاء الله ربنا يفتح لك وتثابين لأنك بتجتهدي. بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال عايزة أقول لحضرتك أنه في هناك معلمات بيجوا للبيت وبيتطوعن بذلك، فأنت كمان وأنت نسأل الله سبحانه وتعالى أنك أنت تكوني من أهل القرآن الكريم، إذا بحثنا عند حد يساعدك فبها ونعمت، ما كانش فحضرتك اسمعي من الإذاعة قدر طاقتك، ويوم ورا يوم كده القراءة بتاعتك هتتحسن. لكن ما أقدرش أقولك ما تقريش القرآن، ده يعني هذا إجحاف بحقك في أنك تتعبدي بتلاوة القرآن، لأنها أفضل العبادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة القرآن الكريم. ورد في الحديث الشريف أنه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، اللي أتقن ده وتعلم وتتلمذ وأخذ العلم ده مع طبقة عالية من الملائكة الكرام، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صحيح أن ممكن نفهم المعنى ده، اللي بيتعلم وبيعلمه شيخه كده بيقول له اقرأ تاني وبعدين يرجع تاني يخليه يعيد القراءة وهو شاق، ده معنى. وكذلك الذي لم يجد من يعلمه وبيجتهد في إطار الوسائل المتاحة بالنسبة له، أني أسمع من المذياع، أسمع من التلفزيون، أسمع من الراديو، أسمع من أي وسيلة وأحاول أجتهد قدر طاقتي. السماع ده والاستماع كمان اللي بتركيز بيربي في أذن المستمع التعلق بالقرآن واللفظة القرآنية وأداء القراءة قدر الطاقة يعني بتعينه ده. والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يا صاحبة السؤال، أجر المشقة اللي هي جهاده في أنه يتعلم، وأجر
قراءة القرآن الكريم، وربنا يفتح على حضرتك ويقيد لك من يجلس إليك من السيدات الفضليات أو البنات اللي بيسعوا لتعليم القرآن الكريم، وتعينك على تعلم مزيد تعلم القرآن الكريم يا ست مديحة. الأستاذة أمنية، دي بنتنا أمنية بقى، دي كتكوتة صغننة وهي أستاذة كذلك، إن شاء الله أني مبسوطة منك أنك أنت بتتكلمي عن حقك في التعليم. طبعا حق التعليم مكفول للجميع شرعا وقانونا، شرعا وقانونا. وإحنا في بداية الحلقة يا أمنية كنا بنتكلم عن مين؟ عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، واللي هي كانت إزاي بلغت من العلم ما بلغت، وعلمت كبار الصحابة وطبقات بقى الصحابة، ده دول طبقة والتابعين دول طبقة تانية، وعلمها ملأ الأفاق رضي الله تعالى عنها. وأنا حزينة من أنه الأب بيعمل كده، وأنه يمنعك من حقك الشرعي والقانوني في تلقي التعليم. ممكن يا أمنية وأنت يعني رغم صغر سنك عندك عاقلة، أن احنا نوسط الناس اللي بابا بيسمع له، أن احنا عايزين نكمل تعليمنا، وممكن برضو نعاون في أن احنا نفتح على اللي هيساعدنا من العيلة أو من الناس اللي بابا بيسمع لهم، أن المؤسسات اللي بتتولى تعليم التعليم وبتعين فيه مجانا، أنه ده يعني برضو حاجة تساعده في هذا الأمر. دي يعني مهمة جدا. طبعا المجلس القومي للمرأة والمؤسسات المعنية بالمرأة أعتقد أن فيها خطوط ساخنة ممكن نحن نتواصل معها، بحيث يتعاملوا معاه أو يحاولوا يتكلموا معاه يقنعوه بهذا الأمر من غير ما يعند يعني. فإحنا الأمر يتعامل بنوع من العقلانية سواء منكم أو من الناس اللي ممكن بابا يستمع إليهم وياخد برأيهم في الأمر ده، نمشي خطوة خطوة. وإحنا برضو أنت تتكلمي معاه وتقولي له أنا عايزة أكمل تعليمي، وأنا نفسي أكون كذا وكذا، أنا لو أنا عملت حاجة غلط أنا مش هعملها مرة تانية. اجتهدي معاه، هو طبيعي المفترض أنه ما يبقاش العقاب بأنه يخلي بناته تترك التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوجه من كانت له بنت فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يحض على تأديب البنات، تأديب يعني أني أعلمهم مكارم الأخلاق. أنا ما بأدب إنسان مش بمسك عصاية أضربه، التأديب في اللغة بمعنى التوجيه والتعليم، وعلمها إزاي تتكلم وإزاي تقعد في المجتمعات اللي بتكون فيها، وإزاي إنها لا تخاطب الناس، وإزاي إن أسلوبها يكون راقي، وإزاي تكون مهذبة، وإزاي تكون تراعي خصوصيات الناس، وإزاي إنها تكون حريصة على طلب العلم. هذا هو معنى التأديب. دي بتكون له ستر وحجاب من النار كما أخبر الحديث الشريف، وده من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام المباشر في رعاية البنات والحفاظ عليهن، وإن احنا نديهم حقوقهم في التعليم وفي الرعاية النفسية والجسدية وكل شيء، وإن هما ما يكونوش شيء مهمل إنما شيء إحنا مهتمين به. ده القول المباشر من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بجانب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يخص النساء بمجالس في العلم، وده توجيه أيضا للمسلمين في كل زمان برعاية النساء وإعطاء النساء حقوق في التعليم وفي التوجيه وفي التربية وفي إنه توفير المكان والمكانة للمرأة في كل زمان. أنا سعيدة بك يا أمنية، ادعي ربنا إنه سبحانه وتعالى يسخر الوالد الكريم انه يوافق تكملي تعليمك. انا فتحت لك بعض الافكار، عايزاك تستعيني بحد من العيله من الوالد الكريم بيثق فيهم، وسلمي لي عليه وقولي له يعني الدكتوره ناديه بترجو منك انك تخليني اكمل تعليمي، ما فيش اعظم من العلم، ولا شوف الدنيا بكل ما فيها ليس هناك اعظم من العلم في الارتقاء بالشعوب، في بناء الحضارات الحقيقية، في النجاة من كل كارثة، في ارتقاء الإنسان الذهني والفكري والنفسي والحياتي والاجتماعي. التعليم هو الشيء أهم شيء في الوجود، كالطعام والشراب غذاء العقول. ربنا إن شاء الله يسخره ويهديه وترجعي تكملي أنت وأختك يا أمنية. الأستاذة سميرة بتسأل إنها بتأمن ورانا في الدعاء، والمؤمن على الدعاء أحد الداعين. يعني أنت لما بتأمني بتبقي زي في المقام أنك بتدعي، أو بتأمني وراء أي حد بتستمع إليه في المذياع في التلفزيون جزاك الله خيرا. شكل أن أنا أكون لابسة طرحة أو مغطية شعري دي من الهيئات،
التأمين عليه وأنا قاعدة بطريقة بسيطة في البيت مفيش مشكلة، والقاعدة إن الميسور يعني لا يسقط بالمعسور، وده أمر جائز إن شاء الله تعالى إنك أنت وأنت قاعدة كده إن شاء الله دعائك مجاب. في صور كاملة يعني إحنا بنسعى للكمال في الصور، أنا ممكن حتى إن أنا مثلا يبقى جنبي حاجة كده أحطها على شعري من باب السعي للكمالات قدر الطاقة، لكن افرضي ان انا دعيت وامنت وشعر مكشوف لا شيء في ذلك، لكن احنا المؤمن دايما عنده ايه تطلع الى الكمالات حتى في الهيئات. نسال الله سبحانه وتعالى انه يعلمنا وانه يفقهنا وانه يتقبلنا من عباده المحسنين. في سؤالين معانا للتاكيد، الاستاذه نغم كانت بتسال من هم اصحاب الاعراف، وبتسال عن رقم 40 في تكرر اكثر من مره في القران الكريم. إن شاء الله تكون الإجابة مفصلة في حلقة الرد على الأسئلة، مش ممكن ما تبقاش الأسبوع ده، الأسبوع اللي بعده، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتقبلنا من عباده المخلصين المخلصين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.